السلام عليكم. عليكم السلام السلام عليكم. ورحمة بس الله. انا عايزه اسال الدكتور، لان انا ابني عنده 20 سنه، أيوة وكان عنده شعور ان هو خايف مننا كلنا، وعنده احساس ان انا هموته وانا امه. رحت للدكتور فقال ان هو عنده اضطراب في التفكير، وطلب تحاليل وطلب اشعه على الصدر ورسم قلب حبيبي اضطراب ورسم في ايه مخ في تفكير اثناء ده؟ النوم. فالدكتورة كانت محددة ان هي هتعمل له جلسات كهرباء 8 جلسات. فالولد انا عايزة اعرف اتعامل معاه ازاي. هو يعني دايما متحكم في اخواته، لا ده انت لابسة قصير. الولاد يعني البنات بيلبسوا الطويل وبنطلونات، بس في بنت مش محجبة بتلبس نص كم، لا ما تلبس نص كم، لا ما تسيبش شعرها. فانا مش عارفة يعني اتعامل معاه، اطوعه في كل حاجة ولا بابا اخليه طبعا. موجود؟ نعم، بابا موجود؟ بابا متوفي من 14 سنة، كان عنده 6 سنين لما توفى. ماله؟ حبيبي بابا متوفي من طيب 14 سنة. وهل فيها يا دعاء، هل في هلاوس يا مدام سلوى؟ يعني في ممكن يبقى فيها ساعات هلوسة؟ ساعات 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 بيتهيأ له ان في حد جري جنبه، يتهيأ له ان المروحة هتقع عليه، يتهيأ مثلا له ان في حد مستخبي ورا الباب، بيخاف من الشارع اللي فيه ضلمة، ينزل السلم يجري. يا روحي ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه يا رب. ده نفسي بحت، ده اللي هو يعني بص هقول لك حاجه، ده الشخصيات احنا لسه بنتكلم، بيقولوا في انماط من الشخصيات. طبعا ده نمط على المحك مرضي. شويه، نمط في مشكله، وبنسميه في حاجه اسمها اسكيزويد بيرسوناليتي او الشخصيه الفصاميه، يعني اللي هي فصام. قابله لموضوع الفصام ده. يعني انا حاسس ان درجه خفيفه مش تقيله، بس لابد فعلا ان كده. لا لو تقيل انت عندك الفصام ده، يعني مش عايز اتدخل في حته الطب النفسي دي قوي، بس هي ترابيزه لها 4 رجلين، رجل منها اسمها اللي هو قالها عليه اضطراب التفكير، ده بينقسم لحاجتين، هلاوس وضلالات واعتقادات خاطئه. الهلاوس زي ما قالت مدام سلوى يتهيأ له، وممكن يصل الامر لدرجه انه يتكلم، شايف، هو شايف حاجه، هلوسه بصريه او هلوسه سمعيه، لا حول انت القوة اللي بتقول إلا كده، يروح بالله، شاتم او اللهم راضي، اشفيهم يا رب. واخده بالك؟ بس دول بالأدوية بيخفوا يا دكتور؟ بالادويه بتخف الامور الى حد كبير، بس بتستمر أيوة، في بس أنا أفتكر إن طول ما بياخد الدواء ان شاء الله الدنيا بيقلل تسيطر. لا القصة دي. والعلم تقدم جدا في ده دلوقتي، والعلاج الدوائي تقدم قوي. الحاجه الثانيه الاعتقاد، الضلالات او خلينا الاول في الاعتقادات الخاطئه، انه زي ما هي قالت انه دايما عنده تشكك او توجس خيفه في ان اللي حواليه عايزين يقتلوه، عايزين يموتوه، عايزين يا ساتر يسموه، يا رب. لدرجه يعني في الحالات المتطوره قوي ممكن المذيع اللي في التلفزيون ده يعني داخل ضمن خليه عايزه تعمل له حاجه. شوفي قد يصل الامر لدرجه ايه. الحاجه الثالثه الاعتقادات بقى، الضلالات بقى اللي هي عباره عن انه ممكن يقول لك فكره غريبه جدا، يقول لك الاخوات ما يتجوزوش بعض ليه؟ طب يعني احنا حاجات بنصلي ليه؟ يشت هو مش لازم يكون في ربنا، طيب بس دي في سوبر باور، يعني في ده هي بتقول لحضرتك تتعامل معاه ازاي؟ هو طبعا يعني ينصح، وهي هنا في نقطه فيصل اللي هي الرجل الرابعه في الموضوع، فيصل خطير قوي، اللي هو اسمه الاستبصار. انه ممكن يعني عاده الشخصيه الاسكيزوفرينيا الواضحه ما عندهاش استبصار، يعني هو مش شايف انه عيان، هو شايف انه كويس، انتوا اللي تروحوا الدكتور. ويقعد بقى يدي فعلا اوامر في الناس، انما لو كان الحقيقه زي فيلم اللي عمله فنان احمد حلمي، اظن اسف على الازعاج، ما كانش هنا شايف. انا يعني خلينا نقول ده نوع من انواع الاسكيزويد البسيط، اللي هو ايه، لانه هو راح هو ابن هو مدام مسك سلم الفيلم، هو مقارب لكده، مقارب لكده، مسك الموبايل وبيحقق مع نفسه وراح للدكتور. لا الاسكيزوفرينيا الحقيقيه مش هيروح خالص، هيرفض، لكن ده راح واقتنع واتضايق من نفسه وزعل. فهي لازم تحدد لازم، بناء، عشان انا اترجم بس، هي اتفضل، بناء على اذا كان هو عنده يعني مقتنع ان هو تعبان او مش مقتنع، هي بناء ايوه على كده تحدد طريقه علاقتها معاه وتصرفاتها معاه. اه طب هو لو عارف انه تعبان تتعامل معاه بشكل، ولو مش عارف او مش مقتنع انه تعبان تتعامل هي معاه بشكل طبعا لو تاني. مش عارف فيها مشكله، فيها مشكله، وعايزه كمان فن في الوصول للطبيب، لانه هو عنده قناعات مش هتزول، البنت تلبس لازم ركبتها تغطيها، مش عارف ايه، انتوا غلط ومامته مش عارف ايه، ممكن يفرض علينا حاجات ولن يعني يقتنع بغير كده. هو مصر عنده فكر وشايف ان الناس التانية هي الغلط. فهنا بالهدوء تعامل، ويعني محاولة الاقناع، او اذا كان هناك شخص له تأثير عليه، لان احنا في النهايه قد نضطر، اسفين، الى التدخل الدوائي ملهاش حل، بس عشان توصلي للتدخل الدوائي لازم يبقى توصلي له هو ازاي؟ موافق. ايوه،
هي دي المشكله. هو عشان كده بيدخلوهم مصحه يعني بعد ساعات بقى يعني ربنا يكرمهم شر، بس ساعات ساعات بتضطر بيجي لك حد ياخدك بالعافيه، انه فكره ان هو مش مقتنع فبيضطروا ياخدوهم يحطوهم. وفي سيناريوهات غريبه جدا يعني يجي معاك يقول لك يعني معظم اللي انا قابلتهم من الناس ايه يبقى جاي واخد مامته على اساس انه واخدها على قد عقلها، فجايين في بتاع لحد ما تمشي الام يقول لي شفت بقى هي اللي عندها مشكله ازاي. طيب يعني بالهدوء، بالهدوء عشان بس هي بتهمني يعني تفهم، بالهدوء وبالاقناع، ولازم يكون في شخص له دلال مش مامته غالبا يعني لازم يكون حد له سيطره، حد له دلال عليه يدخل في النص يحاول يقنعه ونوصل بيه للتظبيط ان شاء الله. ربنا يفرج عنها كل دايما في دعاء او كلمه مصريه معروفه احنا بنقولها، نقول يا مثبت العقل والدين، الدين يا مثبت العقل والدين، يا مثبت اللهم ثبت عقلنا وايماننا يا رب، لانه ده ملوش كبير. مره سالت دكتوره نفسيه قالت لي عادي انا وانا قاعده معاكي ممكن يحصل لي كده، ده ملوش كبير. ربنا يعافينا طبعا كلنا ويحفظ ابننا وان الله على كل شيء قدير، يعني لازم يكون امالنا في الله. سالي